واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذه المره كذلك جبت لكم واحد من احسن الارمرز واحسن الاسلحه المتواجده بهذا الجيم. صراحه الشكل ديالو واعر، وحتى لي ستاتستيك ما بيهمش، ماشي مجهد بزاف ولكن عنده واحد الكومبو واعر. غادي نمشيو اول حاجه نديروها هو نجربوه مع هذا الكافالري اللي كان هنا. اذا كما شفتوا ضربه واحده ومازال عاد النيفو الاول، ما طورتو حتى مره، يعني سلاح واعر بكل المقاييس. اذا دابا نشوفوا واحد النظره خفيفه على لي ستاتستيك، ما فيهش دامج بزاف ولكن القوه ديالو واعره مع لي زينمي. عنده 119 في الدامج، 66 وكضربته بالفاير. بالنسبه للارمر صراحة واعر، هذوما لي ستاتستيك. اوكي دابا غادي نشوفو الطريقة كيفاش نوصلو للبوس ونقتلوه. اذا اول حاجة غادي نديروها هي غادي نمشيو لأقرب بلاصة لهذا البرج هذا. اذا غادي نشوفوا اقرب بلاصه غتكون هي هذه. اوكي اذا غادي نمشيو لهاد البلاصه هذه وغادي نتقدموا لهاد البرج. بالنسبه للناس اللي يلاه باديه الجيم باغا تعرف البلاصه، هذا هو الكهف اللي خرجنا منه الاول. غادي نطلعوا لفوق غنتبعوا هاد الطريق هذه، موراها غنمشيو مع الطريق نيشان حتى غنوصلوا للقريه ديال البركان. موراها غادي نتجهو ديريكت لهاد البلاصة هادي، هاد البرج هدا هو الموقع ديالو. ها هو أطول حاجة كتبان لي كاينة في هاد الجيم هو هاد البرج هذا. بالنسبة لهاد البلاصة شوية خطيرة لأن فيها لي دراغون بزاف. من الأحسن ما ندوزو مع حتى شي حاجة لأن كاين غير لي دراغون، ما كاين شي حاجة أخرى. وباش زوينة ما يقدروش يتبعونا، لورا غادي تكون سهلة باش نقدروا ندوزوها. كاينين هاد الجوج هادو ونقدروا نهربوا لهم من هاد القنت اللي ما يشوفوناش. اوكي ها حنا وصلنا، دابا غنمشيو لهاد القنت هذا وغنقزو لهاد الجذع. غنمشيو للقنت نقزو هكا ولكن ضروري خص العود. نطلعو هنا، ماشي ضروري نتقاتلو مع هادو. اوكي هنا عاوتاني غنحتاجو العود. ماشي ضروري نتقاتلو كاع مع هادو حيت ما عندنا حتى شي غرض بهم. اذا من بعد ما طلعنا لهاد الجهه هادي غادي نمشيو عاوتاني في هذا الاتجاه، كالعاده خصنا العود. غادي غير هكا
اوكي دابا غادي نطلعو. هذا اخر درج غادي يكون عندنا. صراحة برج طويل بزاف، ما عرفش القمة ديالو شنو غادي تكون. نمشيو ندير واحد السوفغارد خفيفة. اوكي اذا اصعب نقطة كانت هي كي درنا طلعنا البرج، ودابا تقريبا كل شيء سهل، لهذا غادي نحاول نزرب المقطع شوية باش نوصلوا للبوس بسرعة. إذن وأخيرا وصلنا لآخر مرحلة اللي هي البوس فايت، لهذا كنصحكم تاخذوا أحسن سبيريت عندكم حيث غادي يعاونكم بزاف. أوكي غادي يلقاو هذا في الطريق، نقتلوه دغيا. ماشي شي حساس شي حاجه صعيبه، ولكن تقدروا تاخذوا منه حتى الارمر الا بغيتوا. اوكي دابا غادي نمشيو للبوس. اول حاجه غنديروها هي غنمشيو للقنت وغادي نعيطوا للسبيريت ديالنا. صراحه بوس واعر بزاف. كيدير واحد الدماج خيالي. المشكلة كيضرب حتى بالسحر، هادشي علاش اختاريت هاد السبيريت هذا، حيت كيأتي ليه بزاف. المشكلة حتى إلا بغينا نعمرو الدم كيضربنا بالماجيك. نبعدو هنا. دابا وصلنا للنصف الثاني ديال الدم ديالو. خصني نبعد ما امكن. واو دابا بقينا غير انا وياه. علاش اختاريت بالضبط هاد الطاق؟ لان فيه لوس بلاد كيضرب بالكريتيك كيدير له واحد القنطار ديال الدم. خصنا على الاقل نحاول نخليه ما يحسنيش دابا.
نمشي نطرق باش نعمر الدو. اوكي كان شويه سهل وشويه صعيب، غير خصكو تركزوا معاه كي ديروا صافي. واخيرا وكاين الارمر ديالنا، ارمر واعر بزاف. فيه 4 ديال القطع، ودابا غادي نكملوا طريقنا باش ناخذوا السيف ديالنا. غادي نلقاوه في الغرفه المجاوره. نحلو هاد الصندوق وهكذا ولا عندنا السيت كامل مكمول. اذا خوتي شكرا لكم بزاف على المتابعه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. نتمنى نلقاكم المره الجايه في فيديو اخر، ارمر جيم بلاي او لا سيف جديد. مع السلامه.